مع طريقة التحضير. خليكم معنا. الوصفة ديال اليوم مشاهدينا الكرام غتكون عبارة عن مبغي بالشكلاط. غنحتاجو 125 غرام ديال الزبدة دايبة، 125 غرام ديال السكر سنيدة، 125 غرام ديال الدقيق، جوج ديال الخميرات الحلوة، الملحة، ثلاثة ديال البيضات، 15 غرام من الغبرة ديال الكاكاو. مشاهدينا الكرام، باش نوجدو هاد المبغي وشوكولا فحنا كناخدو ثلاثة ديال البيضات كنطربوهم مع 125 غرام ديال السنيدة. من بعد ما رجعنا هكذا على شكل هكذا بيض، فاحنا غنزيدو 125 غرام ديال الزبدة دايبة. صافي، من بعد ما طربنا هكذا الزبدة دايبة مزيان، كنزيدو معاها 125 غرام ديال الدقيق. فاحنا درنا 125 غرام ديال الزبدة في 125 غرام ديال السنيدة، 125 غرام ديال الزبدة دايبة والطحين. غنزيدو معاهم واحد قبيصة ديال الملحة مع الخميرة ديال الحلوة. صافي، وغنكملو التخلاط. صافي، من بعد ما خلطت هاد الخليط هكذا مزيان، فانا غناخد لو انتيغ ديال هاد الخليط ولا الثلث، غادي نديرو هكذا في اناء بوحدو. صافي، وكنطربوه مع هاد البودره ديال الكاكاو. كنديرو 15 غرام ولا جوج معالق كبار ديال بودره الكاكاو. غنطربوهم حتى هما مزيان. انا جاتني قاصحه شويه، غادي نزيد فيها هاد الخليط. كنزيد الجهد ديال هكا مغرفه هكا. صافي، وغنطرب عاود مزيان. صافي، غنبداو نعمرو بهاد المول. فحنا دهناه بالزبده ودهناه بالطحين من قبل. كنديرو طبقه وحده ديال الخليط هكذا بلا كاكاو. صافي، دابا غنديرو طبقة أخرى ديال الخليط اللي بالكاكاو. كنديروها الوسط، نكملوها. صافي، وغادي نستمر، غادي نعمرهم كلهم ونتلاقى بكم مع بعد ما تاخذوا لائحة مقادير الوصفة الموالية. الوصفة الموالية تكون عبارة عن حلوة بالرز والفواكه معسلة. غنحتاجو 500 غرام من الرز مسلوق في الحليب، فانيا، جوج المعالق من القشرة ديال البرتقال المحكوك، علبة من القشدة الطرية، 400 غرام من السكر سنيدة، 4 ديال صفر البيض، فواكه جافة معسلة، رقائق اللوز والكغامل. مشاهدينا، بالنسبه للحلوه بالرز والفواكه معسله، فاحنا درنا 4 ديال البيضات، غنطربوهم مع سنيده. فاحنا درنا غير 4 ديال الصفر ديال البيض، ما درناش البيضه كاملين. كنزيدو معاهم الفاني، قشور ديال الليمون محكوكين، غنزيدو معاهم القشده الطريه كاس، كنديروها كلها. ودابا غنبدا نطرب هاد العناصر حتى هي مجموعه. غنزيدو عليهم الرز مسلوق طبعا، غنزيدو عليهم هاد الفواكه الجافة، كنزيدو هاد الخضرين. صافي، وغنطربهم، غنخلطهم هكا عفوا بلا سباتول. صافي، كنبقاو نخلطو هكدا مزيان. ومن بعد فحنا المول فدهناه بالكراميل كيف كتشوفوا معنا هكذا من التحت. كناخذوا هذا الخليط كنديروه هكذا من الفوق، وغنديروه في حمام مريم ولا با ماغي في الفران على درجه حراره معتدله. وغنتلاقى بكم بعد قليل باش نشوفوا جميع الاطباق النهائيه. خليكم معنا.
مشاهدينا الكرام، تشوفوا معايا الشكل النهائي للاطباق ديال اليوم. بالنسبه للمغبغي اللي حضرنا بالبودره ديال الكاكاو فهو كيجينا هكذا على هذا الشكل، اما الحلوى اللي حضرنا بالروز ولي فخوي كونفي فكتجينا هكذا معسله، وكنقدمهم لكم بالصحه والعافيه. مشاهدينا الكرام، كنشكركم على حسن تتبعكم. عناوين البرنامج كدار دائما على اسفل الشاشه باش كنبقاو دائما على تواصل. كنتمنى لكم فرجه ممتعه على الاولى، والى الغد ان شاء الله.